بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتنا الأعزاء، نبدأ بالمحاضرة الأولى من السيشن الثالث، يعني اليوم راح نأخذ السيشن الثالث إن شاء الله في وحدة العرض الحياتي، ونبتدئ المحاضرة بالكاربوهيدريت ميتابوليزم 2. الجزء الأول أخذناه مع الكاربوهيدريت ميتابوليزم بال المحاضرة السابقة، المحاضرة الثانية من السيشن السابق، واليوم نكمل بالجزء الثاني من الكربوهيدرات ميتابوليزم. الليرنينج اوبجكتيفز الخاصة بالمحاضرة ماكو داعي نقراها، تراجعوها حتى تشوفون، يعني do understand the learning objectives of the lecture and the session or not. المحاضرة راح نبتدئ بالبنتوس فوسفيت باثوي، اللي نسميها البنتوس فوسفيت باثوي بالعربي، يعني دورة فوسفات البنتوس، أو نسميها الهكسوز مونو فوسفيت شامب HMS هكسوز مونو فوسفيت شنط، يعني الشنط هو التحويلة، فتحويلة الهكسوز مونوفوسفيت يعني تحويلة الهكسوز مونوفوسفيت، أي تحويلة السداسيات وحادية الفوسفات، السداسيات وحادية الفوسفات، يعني السداسيات نقصد بها الشجر الجلوكوز. فشنو هي البنتوس فوسفيت باثوي؟ It is an alternative pathway of glucose metabolism. مسار حياتي ثانوي أو بديل، يعني أحد المسارات الخاصة بالجلوكوز. It is carried out in the cytosol. هي وين تصير؟ تصير بالسيتوسول اللي هو soluble part of cytoplasm adjacent to the glycolysis، مجاورة إلى مكان حدوث الجلايكوليسس، في نفس المكان الحقيقة. It has two functions، لها وظيفتان. أول وظيفة production of NADPH، والوظيفة الثانية production of carbon 5 ribose sugar، يعني إنتاج الـ NADPH وإنتاج الرايبوز الخماسي. زين، شنو دور الـ NADPH؟ What is the function of NADPH in our body؟ الـ NADPH is essential to protect RBCs against oxidation by oxidants. الـ NADPH هو مهم في الحفاظ على الـ RBCs من التلف، من الأكسدة بالعوامل المؤكسدة، وراح نشوف شنو دوره. Also الـ NADPH is essential for reductive biosynthesis. شوف، كثير من التصنيع مع المركبات الحياتية مثل الفاتي أسيد، الستيرويد هرمون، need NADPH، وكل عمليات التصنيع هي reductive processes، عمليات اختزالية، بينما عمليات التكسير هي عمليات أكسدة. glycolysis is an oxidative pathway، بينما synthesis of glucose of fatty acid of steroids whatever is a reductive biosynthesis، تصنيع أو reductive processes، عمليات اختزالية. فالمهم أنه الـ NADPH هو مطلوب بالحفاظ على الـ RBCs against the oxidation by different oxidants، و it is also essential in reductive biosynthesis، for example synthesis of fatty acid of steroid hormone of other molecules. هاي الجزء الأول، يعني الفونكشن الأولى الـ DPH. الفونكشن الثاني هو production of ribose 5 phosphate، و ribose 5 phosphate الـ C5 ribose sugar، C5 ribose sugar اللي هو ribose تعرفون هو essential for synthesis of DNA and RNA. احنا شلون نصنع الـ DNA والـ RNA؟ لازم عندنا نيتروجين بيز، وعندنا رايبوز بالـ RNA، وبالـ DNA عندنا ديوكسي رايبوز، وعندنا فوسفيت. فمنين يجي الرايبوز 5 فوسفيت؟
اور الرايبوز ال سي 5 منين يجي بالخليه؟ يجينا من البنتوز فوسفيت باثوي. اذا تو فانكشنز. البنتوز فوسفيت باثوي هاز تو فيسز، طورين. In phase 1 we have three reactions راح نشوفها in which glucose 6 phosphate will be oxidized, glucose 6 phosphate will be oxidized to produce C5 sugar phosphate and NADPH. وراح نشوف ذول الثلاث تفاعلات شنو تفاصيلهم. فالثلاث تفاعلات الأولى نسميها هذا الفيز 1 اللي هو أوكسيداتيف فيز. فيز يعني طور تكسيري، طور أكسدة، وهو اللي يصير بإنتاج الـ NADPH الإسينشال فور بروتكشن أوف RBCs against oxidants and used in reductive biosynthesis of fatty acid of steroid hormone or others. بالفيز 2 لا، ما عندنا اوكسيديشن، عندنا ري ارينجمنت. الشوجرز تترتب ما بيناتها، تتكون ثلاثي رباعيات وخماسيات وسداسيات وسباعيات. يعني تتكون عندنا شوجر ابو 4 كربون، ابو 5 كربون، ابو 6 كربون، ابو 7 كربون. كل شوجرز needed by the cell are provided by pentose phosphate pathway. خلينا نجي نتعرف على التو فيسز دول. الفيز الأول يبدأ بجلوكوز 6 فوسفيت. هذا الجلوكوز 6 فوسفيت يتحول، عفوا هذا الجلوكوز يتحول إلى جلوكوز 6 فوسفيت بالخلية. يعني طبعا الجلوكونيد البنتوز فوسفيت باثوي is active in some tissues، مثلا الليفر active، الأدرينال gland active، الممري gland active، الجونات active إلى آخره. بالليفر يتحول الجلوكوز الى جلوكوز 6 فوسفيت بيز بالجلوكوكاينيز، بينما بالاذر تيشو باي هيكسوكاينيز. المهم تكون الجلوكوز 6 فوسفيت. الجلوكوز 6 فوسفيت انزيم عندنا جلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز. هذا الانزيم وبالنجم خلي ببالك، هذا الانزيم وبالنجم خلي ببالك انه يحتاجه. الجلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز يحول ياكسد الجلوكوز 6 فوسفيت الى جلوكونولاكتون with liberation of the first NADPH molecule. The NADPH is nicotine amide dinucleotide phosphate in reduced form. يشبه الـ NAD، it's the NAD plus and NADH، لكن شنو؟ بمجموعة فوسفيت. ذاك يستخدم الـ NADH بالoxidation reduction reactions. واحد. هنا لا، الـ specific role. Specific role. بالتفاعل الآخر الجلوكونولاكتون هذا يتحول إلى 6 فوسفوغلوكونات by the same enzyme. طبعا 6 فوسفوغلوكونولاكتون، و 6 فوسفوغلوكونولاكتون يتحول إلى ribose 5 phosphate with liberation of 1 CO2 and 1 ADPH. إذا عندنا شوف هاي التفاعلات الثلاثة. هذا الأول، إحنا الأول جلوكوز 6 فوسفيت، جلوكوز 6 فوسفيت من حسب الباثوي، اللي من حسب الباثوي هذا أول واحد، هذا ثاني واحد، هذا ثالث واحد. ولذلك قلت لكم الفيز 1 هو الأوكسيداتيف فيز، ليش؟ إنه قلت التفاعلات. فهنا ليبريشن يعني تحرر الفيرست مولكيول أوف أن أي دي بي اتش والسكند مولكيول أوف أن أي دي بي اتش. شوف الجلوكوز 6 فوسفيت بست ذرات كربون، راحت وحدة بشكل سي أو 2، بقى رايبوز 5 فوسفيت، بقى رايبوز 5 فوسفيت، رايبولوز، رايبولوز 5 فوسفيت ب 5 كربون. هسه شنو الناتج مالت الفيز 1؟ ال NADPH 2 مولكيول وذ لوز اوف 1 CO2 مولكيول، هذه هيك مع تحول الرايبوز 5 برودكشن اوف رايبولوز 5 فوسفيت. هذا الرايبولوز 5 فوسفيت هسه هنا راح الدور نشوف الترتبات اللي تصير او الارينجمنت اللي تصير. هذا فيز 1، هذا الفيز 1 الاوكسيداتيف فيز. شوف اكسده صارت جلوكوز 6 فوسفيت الى رايبولوز 5 فوسفيت وذ ليبريشن اوف 2 NADPH مولكيول. لا تنسى هذا التفاعلات هنا أنا كلها بتتحفز بيش بالجلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز. وهذا الانزيم هو نسميه الريت ليميتنج ستيب اوف بنتوز فوسفيت باثوي، يعني الانزيم المحدد الى الانزيم الذي يحفز
الخطوة المحددة لسرعة التفاعل، اللي هي هاي الخطوة طبعا، هاي وهاي هم ضمنها، بس هي أهم شيء هاي. الإنزيم الذي يحفز الخطوة المحددة لسرعة التفاعل، اسمه ريت ليميتنج ستيب انزيم، ريت ليميتنج ستيب انزيم. هسه خلينا نشوف على الفيس 2 ايش راح يصير. بالفيس 2 شوف هذا الرايبوز، هسه احنا تجاوزنا هاي النقطة، 3 جلوكوز 6 فوسفيت، طبعا 3 جلوكوز 6 فوسفيت، كل واحد جلوكوز ينتج لنا، ينتج لنا 2 ان اي دي بي اتش، اذا 3 صار 6، 6 ان اي دي بي اتش ريموفال اوف 3 سي او 2. هسه هنا يصير عندنا نتيجة 3 رايبولوز 5 فوسفيت، 3 رايبولوز 5 فوسفيت. السكر الخماسي 3 من النتيجة مو وحدة، 3 3 رايبولوز 5 فوسفيت. شو يسوون؟ نشوف 3 رايبولوز 5 فوسفيت بالإبيميريز يتحول الرايبولوز إلى زايلولوز، إلى زايلولوز. شوف الإبيميرز، الإبيميرز هو شنو الإبيمير؟ الإبيمير نفس الجزء يعني آيزومرات، هي آيزومر بس تختلف بشنو؟ بترتب حول ذرة كربون واحدة، ترتب المجاميع حول ذرة كربون راح واحدة، ترتب يعني اتجاه المجاميع حول ذرة كربون واحدة. فالرايبولوز 5 فوسفيت والزايلولوز 5 فوسفيت نفس الجزء بالضبط، بس اكو وحدة يعني الاورينتيشن مجموعة الاو اتش مكان اليمين تصير يسار او بالعكس، مكان اليمين تصير يسار، تسميها ابيميرز. هاي الجزيئات المتشابهة، يعني الجزيئات المتشابهة كل التفاصيل، والمختلفة في توجيه المجاميع حول ذرة كربون واحدة نسميها ابيميرز. مثل الجلوكوز والجالكتوز، مثل ما راح نشوفهم الجلوكوز والجالكتوز هم نفس الشيء، ابيميرز، ابيميرز الجلوكوز والجالكتوز. هسه الرايبولوز والزايلولوز 5 فوسفيت ابيميرز، فالابيميريز حول هذا الى خماسي بشكل اخر. زين. او الرايبولوز 5 فوسفيت بالايزومريز، هذا الايزومريز هم يحول من شكل الى اخر مثل ما قلنا بالانزيم ورجي، يتحول الى رايبوز 5 فوسفيت. او الابيميريز نفسه هم يحول لنا نفس التفاعل هذا، الرايبولوز 5 فوسفيت الى زايلولوز 5 فوسفيت. هسه اذا رايبوز 5 فوسفيت هذا 5 ذرات كربون وزايلولوز 5 ذرات كربون اتحدوا زين يصيرون 10، ال10 ينفصلون بالانزيم يسمى ترانس كيتوليت يعطينا 7، هذا سيدو هيتولوز 7 فوسفيت، هذا شوغر ابو 7 ذرات كربون، زائد جليسر الدهايد 3 فوسفيت شوغر ابو 3 ذرات كربون، ما افقدنا شيء، بس ترتب. زين ليش صار الترتب؟ صار الترتب لانه الخليه تحتاج الثلاثيات والرباعيات والخماسيات والسداسيات والسباعيات وحتى للعشره. زين. هسه الدور مره ثانيه، السيدو هيتولوز ممكن يرتبط ويا الجليسر الدهايد 3 فوسفيت 7 و3 10. طبعا هنا الانزيم نسميه ترانس كيتوليت. ذول 7 زائد 3 10. تقص العشرة ذولا إلى 4 أرثروز 4 فوسفيت زائد الفركتوز 6 فوسفيت. الأرثروز 4 ذرات كربون والفركتوز 6 ذرات كربون، بقن 10. بس شنو الفكرة؟ الفكرة كون لنا شوغرز مختلفة عدد الكربون الضرورية من الخلية. هسه هنا صار أرثروز 4 فوسفيت وهنا فركتوز 6 فوسفيت، الفركتوز 6 فوسفيت ممكن منه يروح يصير للجلايكوليسيس. بطب الجلايكوليسيس نرجع من هالجهة. الزايلولوز 5 فوسفيت، زايلولوز 5 فوسفيت هذا 5 ذرات كربون ممكن يتحد ويا الأربعة، ايش قد يصير؟ شوف 5 و4 هاي الأرثروز، يعني الزايلولوز 5 فوسفيت زائد أرثروز 4 فوسفيت شو يصير عندنا؟ 9 ذرات كربون. بالترانس كيتوليت يقصه ينطينا 6 فركتوز 6 فوسفيت زائد جليسر الدهايد 3 فوسفيت. الجليسر الدهايد 3 فوسفيت وين اوف ذا ميتابولايت اوف تي سي اوف جلايكوليسيس ممكن يدخل، والفركتوز 6 فوسفيت هم ممكن يرجع يدخل الجلايكوليسيس. فالنتيجه انه البرودكت اوف بنتوز فوسفيت باثوي كود بي ميتابولايز ان جلايكوليسيس، كود بي ميتابولايز ان جلايكوليسيس اللي هم منه النواتج فركتوز 6 فوسفيت، فركتوز 6 فوسفيت، جليسر الدهايد 3 فوسفيت. زين بس شنو يعني الفائده؟ فعندنا انتجنا ان اي دي بي اتش واحد وانتجنا ديفرنت شوغرز ان بارتيكولر كربون 5 شوغرز
اللي هو الرايبوز اللي هو essential for DNA and RNA synthesis. The rate limiting step of the pentose phosphate pathway is the step that is catalyzed by the enzyme the glucose 6 phosphate dehydrogenase. It is the first step, step that catalyzed by glucose 6 phosphate dehydrogenase. It is the first step in the oxidative phase catalyzed by glucose 6 phosphate dehydrogenase. As the normal activity of glucose 6 phosphate dehydrogenase is essential for normal NADPH level, which is needed for normal life. So, شوف الترتبية. نحتاج إذا إحنا الهدف من الباثوي هو إنتاج glucose 6 إنتاج NADPH وإنتاج ribose 5 phosphate. NADPH ضروري الحفاظ على RBCs من الأكسيديشن مثل ما قلنا what is used in reductive biosynthesis, بس الحفاظ على RBCs أهم. زين يعني كرة الدم الحمراء راح نشوفها شوي. زين نحتاج كميات طبيعية جيدة من الـ NADPH. من يوفر لنا إياها؟ توفر لنا إياها مسار طبيعي من الـ pentose phosphate pathway. من يحدد سرعة المسار هذا؟ الجلوكوز 6 فوسفيت ديهايدروجينيز. زين حتى نعيش احنا طبيعيين لازم الانزيم طبيعي وحتى يكون لنا ان اي دي بي اتش طبيعي. اكو ناس تجي للدنيا بها عندها مشكله. مشكله شنو؟ انه هذا الانزيم قليل. على كل قبل ما خلينا ناخذ هسه الرول اوف ان اي دي بي اتش ان ار بي سيز ان مينتيننج ار بي سيز فانكشن. شنو دور ان اي دي بي اتش بالار بي سيز؟ In RBCs, reactive oxygen species. شوف احنا نتنفس. وش؟ من نتنفس 99% من الاكسجين could be or it is utilized by the body for normal life. إن ينقل الهيموغلوبين الى التشو. طبعا نتنفس اكسجين يطب اللانج وبعدين يروح الى التشو عن طريق الهيموغلوبين نستفاد منه ونعيش. But هاي هنا البط مشكلة. But 1% of inspired oxygen is converted to harmful groups. 1% من الأكسجين ال inspired اللي استنشقناه هذا يسبب لنا مشكلة. ليش؟ لأنه يدخل هذا التفاعل. شوف هذا التفاعل الهيموغلوبين هو شلون ينقله؟ الهيموغلوبين ينقل الأكسجين. هيموغلوبين BFE plus 2 تدرون في الرأس ويشكل الأوتوبيا وينقله. 1% الأكسجين هنا راح ياخذ الكترون من الـ FE plus 2 يتحول إلى ما يسمى بالسوبر أوكسايد أنيون. هذا مشكلة عظيمة. هذا سوبر أوكسايد أنيون تسميه. هذا very active group, very active species. زين؟ So it could اتاك يهاجم الدي ان اي ار ان اي اذر سيلز الى اخره. زين فالسوبر اوكسايد هذا وطبعا اللي هنا الاتش بي اف اي بلس يعني حول الفرس الى فرك. زين ذس ريأكشن از سبونتينيوس تلقائي. زين 1% من الانسبار الاكسجين يعاني هذا شو اسمه 1% of inspired oxygen per hour. طبعا يعني جبنا اخذنا باليوم per hour per 24 hour مو مشكله. زين فهذا this very active harmful يعني مزعجه او مؤلمه. This very active harmful species could be should be deactivated. لازم نخلص منها. شلون نخلص منها؟ Superoxide anion is very reactive and harmful to the cell due to the formation of a free radicals. هذا superoxide يعني حيوان فعال جدا يروح يهاجم الـ DNA يسوي لنا بجذور حرة، يهاجم الـ RNA يسوي لنا بجذور حرة، يتلف السيلز. شلون نخلص منه؟ الـ RBC نفسها اللي يصير بها التفاعل بها انزيم الله سبحانه وتعالى خلاه اسمه سوبر اوكسايد ديسميوتيز. سوبر اوكسايد ديسميوتيز هذا شو يسوي الانزيم؟ سوبر اوكسايد ديسميوتيز will deactivate the سوبر اوكسايد انيون يعني يخمده.
شلون يخمده؟ 2 من O2 دوت ماينس زائد 2 من H بلس يعطينا H2O2 زائد O2. حول من سوبر اوكسايد الى شنو؟ الى هيدروجين بيروكسايد. But hydrogen peroxide is still harmful molecule and should be deactivated again. لازم نخلص منه. Hydrogen peroxide can also form free radical. It must be inactivated by glutathione. هسه هذا شلون نخلص منه؟ ذاك خلصنا لنا بالسوبر اوكسايد ديسموتيز. الخلية نفسها كل السيلز cells consist of antioxidant or reducing agents, reducing substances. شنو هي reducing substances؟ أهم واحد بيهن هو الجلوتاثيون. الجلوتاثيون هذا تريبتايد بثلاث أحماض أمينية consisting of the cysteine. والcysteine provide the SH group. والSH group is a strong reducing group. Strong reducing group. مجموعة مختزلة قوية من السيستين. ليش؟ لأنه هذا السيستين موجود بالجلوتاثيون اللي هو naturally occurring antioxidant in the cell. And the most important antioxidant in the cell is glutathione. أهم واحد. فالجلوتاثيون هسه راح يجي دوره. شوف. ال H2O2 react with glutathione. 2 من الجلوتاثيون. طبعا الجلوتاثيون هذا reduced form GSH glutathione. اللي يريد يتعرف على structure ما تروح الكتاب يلقي بي 3 amino acid. واحد منهم السلفو السيستين. ف 2 من الجلوتاثيون زاد H2O2. الانزيم يسميه جلوتاثيون بيروكسيديز. ال H2O2 تحول الى مي وخلصنا منه مع خسارة منه الناتورالي اوكيرينج جلوتاثيون تحول من reduced form المن الى oxidized form GSSG. زين اذا تستمر هاي السالفة الجلوتاثيون ينتهي بعد الخلية ما تشتغل لانه ماكو reducing agent بيها فش تسوي؟ We have to regenerate the glutathione. لازم نعيد تحريره، لازم نعيد تكوينه. شلون؟ Regeneration of reduced glutathione must be carried out to maintain sufficient level of normal metabolism. How? By the use of glutathione reductase. Another enzyme found in the RBCs will reduce the glutathione in the presence of NADPH. Natural function of NADPH. So NADPH is essential as hydrogen provider for the oxidized glutathione. As hydrogen provider, مجهز مع الهيدروجين for glutathione. So glutathione reductase will convert the oxidized glutathione to reduced glutathione plus to NADP plus. Now, what does this reaction conclude? ايش راح ينتج لنا؟ أو ماذا نستنتج من هذا التفاعل؟ sufficient level بالأزرق sufficient level of NADPH هاي مكتوبة غلط sufficient level of NADPH مو NADP NADHP لا sufficient level of NADPH is crucial for normal life of RBCs. هاي الجملة شنو معناها؟ معناها كمية مناسبة وجيدة من الـ NADPH is crucial يعني قطعية يعني مهمة ضرورية المن for normal RBCs of normal life of RBCs ضرورية حتى ال RBCs يسوي normal function كريات الدم الحمراء تحافظ على وضعها. إذا ما عندنا NADPH جيد RBCs ما راح تكون بصحتها الصحيحة وبالتالي صار عندنا مشكلة راح نشوفها شنو هي. هسه نجي على الجلوكوز 6 فوسفيت ديهايدروجينيز ديفيشنسي. الجلوكوز 6 فوسفيت ديهايدروجينيز نسميه G6PD. Then, the rate of the pathway is regulated by the control of G6PD activity. هسه سرعة البنتوس فوسفيت باثوي سرعة تكوين ال NADPH is completely dependent on what on the on normal activity of glucose 6 phosphate dehydrogenase. حتى
الامور تمشي عدل لازم جلوكوز 6 فوسفيت ديهايدروجيناز طبيعي دي. زين if G6PD is not functioning well NADPH production will be impaired. اذا ما عندنا جلوكوز 6 فوسفيت ديهايدروجيناز بشكل صحيح ال NADPH ما راح يتكون بشكل صحيح وبالتالي ال RBCs ما راح تشتغل صحيح. Low NADPH leads to oxidative damage of cells. هسه اذا صارت مشكله بال NADPH ايش راح النتيجه تصير؟ ال RBCs راح يعني ما يصير حمايه ضد الاوكسيدنتس العوامل المؤكسده وبالتالي تتاكسد واذا تاكسد اكتدت اللازم. هسه the gene encodes glucose 6 phosphate dehydrogenase is found on chromosome X. انتم تعرفون عندنا 46 كروموسوم بالهيومن بين 23 زوج 22 نسميهم سوماتيك كروموسوم اللاست وان 23 نسميه السكس كروموسوم. السكس كروموسوم كونسيست اوف تو كروموسوم يعني دبل بير اوف كروموسوم بالميل يصير اكس واي بالفيميل اكس اكس. زين فهذا الجلوكوز 6 فوسفيت ديهايدروجينيز جين كل بروتين مسؤول عنه جين مرات اكثر يعني بروتين واحد مسؤول عنها اكثر من جين مو مشكله. هسه بالنسبه للجلوكوز 6 فوسفيت ديهايدروجينيز الجين المسؤول عنه وين موجود؟ موجود على الكروموسوم اكس. زين in some individuals this gene is mutated. بشر اكو تجي للدنيا اكو مشكله بهذا الجين شنو؟ صار ميوتيشن. اذا صارت الطفره النتيجه شنو؟ انه الانزيم will be abnormal البروتين will be abnormal. قد الانزيم يكون less stable non-functioning of low concentration with different properties ما ندري. المهم يطلع انزيم مو تمام. اذا طلع الانزيم مو تمام and production of an a rate of the pathway maybe شنو maybe or may being slow may being slow يصير الريت قد يكون بطيء. واذا الريت بطيء ال production of glucose 6 production of NADPH يصير low وال amount of NADPH low معناها راح يصير RBC's function يصير مو تمام لانه it will be susceptible تتعرضه it will be susceptible for oxidation by different oxidants الى اكسده بكثير من العوامل المؤثرة. هسه what happened when glucose 6 phosphate dehydrogenase mutated؟ اذا هذا الانزيم به مشكله ايش راح يصير لنا؟ جي طبعا انا حكيت بس ما يخالف خلي عليه. G6PD activity will be low resulting in low NADPH level. اذا الانزيم هو abnormal ما يشتغل عدل. سواء الاكتيفيتي الاماونت مالته قليله او الاستابيليتي مالته قليله او نون فانكشنينج هو ينتج بس نون فانكشنينج اور اوف ديفرنت بروبرتيز الخواص مو تمام. فالنتيجه شنو؟ النتيجه انه الريت اوف برودكشن اوف ريت اوف بنتوس فوسفيت باث ويل بي لو اند برودكشن اوف ان اي دي بي اتش ويل بي لو. والنتيجه شنو هي؟ ايش راح يصير؟ شوف 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 هنا النتيجه. هذا ما يصير عدل يعني ما يصير ريجنريشن اوف جلوتاثايون. اذا ما صار ريجنريشن راح ال H2O2 ايش بيه؟ اكيوميليت لانه ما عندنا ريجنريشن مال شو اسمه جلوتاثايون. ال H2O2 راح يصير اكيوميليت اكيوميليشن اوف H2O2. H2O2 عامل مؤكسد وين لاقينا العامل المؤكسد؟ هسه كل صبغ الشعر افو كل صبغ الشعر اللي هذا سواء رياجيل او نسوان صبغ شعرهم هو يستخدمون ال H2O2 هيدروجين بيروكسايد والهيدروجين بيروكسايد عامل مؤكسد. زين فالنتيجه شنو؟ راح تتاكسد ال RBCs وراح نشوف شلون تتاكسد ال RBCs. Now if G6PD activity will be slow will be low resulting in low NADPH level. راح ال NADPH قليل. هيدروجين بيروكسيد accumulates in RBCs the red blood cell كرية الدم الحمراء ال H2O2 شبيه يتجمع. Consequent oxidation of hemoglobin and other proteins ال H2O2 هم ما يعني ما يكذب خبر شو يقوم يسوي؟ يلزم الهيموجلوبين يسلقه يأكسده
إذا تأكسد الهيموغلوبين بعد شنو قلل الأكسجين؟ أكسجين يا بطيخ عمين هيموغلوبين becomes cross-linked by disulfide. الدور المشكلة الهيموغلوبين يخرب الشكل مالته يخرب شلون؟ يصير cross-linking أكو sulfohydryl group مجاميع SH مجاميع SH ال SH تأكسد تصير SS فيصير cross-linking. cross-linking يعني ارتباطات عرضية بين الهيموغلوبين والنتيجة الهيموغلوبين والبريسبيتيت in RBC as Hans body راح يترسب بشكل جسم يسميه هانز بوديز جسم هانز هذا نسبة للشخص اللي اكتشفه زين شلون شوف هسه الهيموغلوبين بي اس اتش جروبس هاي الاس اتش جروبس تو اكسد بال اتش 2 او 2 يتحول الى هذا دايسلفايد بوند هاي دايسلفايد بوند زين هاي دايسلفايد بوند طبعا اذا اكو ان اي دي بي اتش لا يرجع هذا ماكو مشكله بس هنا ان اي دي بي اتش ما عندنا فالهيموغلوبين راح يتأكسد دايسلفايد بوند والدايسلفايد بوند راح تخلي الهيموغلوبين شبيه يترسب اذا ترسب الهيموغلوبين شوف هاي الار بي سيز هذا الهانز بوديز شوف هاي يصير هانز بوديز هذه المترسبه الهانز بوديز هاي المترسبه وين بالار بي سيز بريسبيتيشن اوف اوكسيدايزد هيموغلوبين ان ار بي سيز از هانز بوديز سو هيماتولوجيست ابو الهيماتولوجي يسوي بلود فيلم جوا الميكروسكوب ممكن يشوف الهانز بوديز يعني في الدايجنوستيك كرايتيريا فور الجلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز ديفيشنسي طبعا الدايجنوستيك كرايتيريا مال الجلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز اكو يعني اضافه الى الهيماتولوجيكال اسسمنت هذا الهيماتولوجيكال ستدي نسميها يعني ابو هيماتولوجي احنا اهل البايو كيمستري نحسب الجلوكوز اكو عندنا تيست الجلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز اكتيفيتي نشوفه قليل نقول يابا هذا ترى عنده deficiency of glucose 6 phosphate dehydrogenase زين نكمل what happens when glucose 6 phosphate dehydrogenase mutated oxidation of hemoglobin to premature destruction of RBCs and causes hemoglobin hemolysis شوف ال RBCs اذا تأكسد الهيموغلوبين شكلها راح يخرب فشلون من اكو RBCs تمر اكو عندنا نسميها ريتيكيليو اندوثيليال سيستم ريتيكيليو اندوثيليال سيستم الجهاز ريتيكيليو ثيليال سيستم المهم هن السيلز فد اميون سيلز فاوند وين بالسبلين وبالليفر وبالبون مارو واهم شيء السبلين فذا الار بي سي اذا تاكسد الهيموغلوبين ومرت بالسبلين راس السبلين شفتهمها يفتهمها هذه فد اولد سيل فراس يسوي لها ديستركشن نسميها premature destruction. premature destruction يعني قبل عمرها. premature ما قبل يعني عدم النضوج premature. هي المفروض ال life span of RBCs 120 يوم. 120 يوم. بنهاية عمرها تصير تغيرات على structure مال ال RBCs. هاي البروتينات تختلف. فمن تروح على الريتيكيليو اندوثيليال سيستم السيلز اوف ريتيكيليو اندوثيليال سيستم شوف الار بي سي هاي مو على طبيعتها شوف الكبرانه عندها صور الار بي سي اللي هي ات ذا اند اوف ذير لايف سبان فشوف يعني شكلها مو تمام اللي هي حافظه السيجنالز هاي راسا تقدر تكسرها هنا بالبريماتشور ديستركشن الريتيكيليو اندوثيليال سيستم هم نفس الشيء هم تشوف الار بي سيز هاي اللي هي ذات كونسيستنج اوكسيدايزد هيموغلوبين كونسيستنج اوكسيدايزد هيموغلوبين سو ذيز سيلز يعني الريتيكيليو اندوثيليال سيستم ويل كونسيدر ذا ذيز ار بي سيز از شنو از ذا از سيلز اوف ذير ذير at their end of life span تحسبها بنهاية عمرها وبالتالي رأسا تلزمها في تخمشها شو تسوي لها destruction تكسرها إذا كسرت تصير هيمولاسيس نسميه هيمولاسيس فالهيموغلوبين راح ينزل إذا عندنا حالات راح نشوفها يصير نزول سريع الهيموغلوبين والنتيجة شو نسميها هيمولاتيك أنيميا هيمولاتيك أنيميا يعني الأنيميا فقر الدم تكسري زين فأكيوت هيمولوتيك إبيسودز ويل أبير يعني رأسا يصير
نزول فقر دم، فقر دم نزول بال شو اسمه بالهيموغلوبين، كمية الهيموغلوبين حاد زين، وهذا النزول شنو سببه؟ تكسر الكريات. ليش؟ لأنه الهيموغلوبين صار مو تمام بسبب عدم وجود الـ NADPH. هسه شو وقت تصير هاي العملية؟ Some chemicals increase the oxidative stress. أكو مركبات زيد الأوكسيدتيف ستريس بالخلية، اللي هي منو؟ السلفون أمايد، هذا أنتي بايتك. السلفون أمايد جروب أوف أنتي بايتكس، منها مثلا البنسلين، الأموكسيلين، التتراسايكلين إلى آخره، يذني من كل هالمجموعة السلفون أمايد. الأسبرين قبل يعطونه مع وجع رأس، مش صراحة وقتها بس يعطوك يعني أز أنتي كوغلنت، ذول اللي عندهم ريسك فاكتور فور سكيميك هارت ديزيز اور ستروك، يعطوهم اياه على مود يزيدون السيوله مال الدم ومنع التجلط مالته. الاسبرين الاذر ان اس اي اي دي يعني النون ستيرويدال انتي انفلامتري دراجز، نون ستيرويدال انتي انفلامتري دراجز مثل ايش؟ الفولتارين والبونستانت وهالمجموعه هاي. اند انتي ملاريال لايك بريماكوين، اكو انتي ملاريا اللي هو بريماكوين، هذا البريماكوين هم يزيد الاوكسيتيف ستريس بالسيارة. زين بس شو وقت نشوف ذني؟ It occurs when affected individual هم مرة ثانية الدور. يعني منو ال occurs؟ يعني الهيمولاتيك أنيميا يصير، يعني الـ RBCs تتكسر، يعني بسبب زيادة الأكسدة في الخلية. شو وقت It occurs when affected individuals have eaten fava bean which contain glycosides اللي هي الفافسين والايزورامين. For this reason it is called favism. وصلنا للديزيز، ديزيز شو اسمه؟ فافزم. الفافزم شنو هو؟ بالعربي يعني احنا اكو سالمونيلا سالمونيلوسز، بروسيلا بروسيلوز، يعني واحد اذا عنده بروسيلا حمت مالطه يقول هذا عنده بروسيلوسز. فهنا الفافزم جاي من باجيلا او باجيلا باجيلوسز، باجيلوسز بكيفكم. الفافابين هي الباجيلا هاي الاعتياديه، طبعا هاي الباقي اللي شبيها بيها اكو جلايكوسايدز، يعني كربوهيدرات صغيره جلايكوسايدز، هذه شنو؟ بيها فافسين وايزويوراميل، بيها فافسين وايزويوراميل، وذني الفافسين والايزويوراميل ذني فت سترونج اوكسيدنتس، سترونج اوكسيدنتس. هسه اذا واحد خصوصا بالاطفال هاي تصير، لانه من عمره الطفل من البدايه اذا صارت عنده بعد ما ياكل باقلة. انتم سامعين مثلا طفل والله هذا عنده حساسيه مال باقلة، يابا ليش باقلة حساسيه؟ عنده حساسيه مال باقلة، ما ياكل باقلة ابد. واذا اكل باقلة واحده راسا يشيلوه للمستشفى وقصه ويدخلوه الطبلات ليش؟ لانه الباقلة اذا اكلها وهو عنده هاي المشكله الانزيم جلوكوز 6 فوسفيت ديهايدرو ديفيشنسي، ايش راح يصير؟ راح يصير اوكسيديشن المن للار بي سي. زين ليش اوكسيديشن؟ هو البشر يجي للدنيا هذا الانزيم مالته ناقص، يعني دي مشكله ميوتيشن، يمكن فد شويه من الانزيم باقي يمشي حاله. اذا اكل باقي اللي راح يصير كومبليت انهبيشن للانزيم، كومبليت انهبيشن للانزيم، والنتيجه بعد ماكو انزيم، بعد ماكو ان اي دي بي اتش، الار بي سيز مثلا حفظ راسا يصير دروب بالهيموغلوبين من 12 ل 6، يعني خلال ساعتين ثلاثه الار بي سيز الهيموغلوبين ينزل من 12 الى 6 دروب، سيفير دروب، ويختنق، المفروض يودوه للمستشفى يعطوه فلويد يعطوه بلاد يعطوه كذا الى اخره. ولذلك اشوف اطباء الاطفال مثلا يعني يشحون الامهات او حتى البيبيات، مو اطباء الاطفال، البيبيات تنصح الامايه الابنها هذا اول ما يبدي ياكل الطفل كلها شو اسمه ذوقيه باقلايه، اذا صار بي مشكله عوفي، اذا ما صار بي مشكله اوكي. زين هي شو باقلايه شنو؟ لانه على مود تشوف عنده جلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجين ديفيشنسي ولا لا. بقى اكو اشياء اخرى مثلا ذول اللي عندهم جلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجين ديفيشنسي لازم الانتي بايوتيك، كل سلفون امايد ما يطوهم، اسبرين ما يطوهم، نون ستيرويدال لا فولتارين لا بونستان لا كذا. طبعا ابو الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجين ديفيشنسي عاده يعطوه قائمه بالادويه اللي ما ياخذها، الاكل اللي ما ياكله، المدري ايش الى اخره.
طبعا الجلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجيناز موجود يعني كمان مو قليل، وال يعني يبين كلش من شهر الثالث والثالث الرابع الخامس، لانه هاي وقت الباقله. بالاوقات الاخرى يبين، طبعا يبين شو وقت اذا شو اسمه اذا اخذ المريض التوسلفون امايد او اسبرين او نستيرويد او انفلامتري ديزيز او بريماكوين، اذا هذول اللي عندهم يعني يتعالجون على مود الملاريا زين، فصير عندهم هاي المشكله. هسه احنا عرفنا اذا جلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجيناز شنو الباثوجينيسيس مالته، شلون يصير يعني المولكيولر بيزز اوف ذا ديزيز، يعني القواعد الجزيئيه شنو اللي يصير بالمريض حتى يصير عنده فافزم. هذا سبب الفافزم. استمر اي طبعا ما ننسى، شوف اخاف هذا انه الفافزم بال، واذا نسال هسه نقول الفافزم يصير بالميل ولا الفيميل اكثر، الجواب انه بالميل اكثر. ليش؟ لانه الميل باكس كروموسوم واحد، اذا انضرب هذا الاكس كروموسوم صار فافزم، بينما الفيميل كلش اقل الانسيدنس مالته هواي. ليش؟ لانه عنده اثنين اكس كروموسوم، اذا كروموسوم انضرب ثاني لازم ينضرب يلا ايش اسمه يطلع الديزيز. اما يعني الفيميل ممكن واحد من الكروموسومات فيه مشكله الاكس مالتها، بس هي يعني ما تحمل المرض، نو ديزيز تريت، بس حامله للصفر، بس حامله للصفر تريت زين، او كارير نسميه كارير او تريت. بس الميل لا، بس هذا انت، ولذلك هسه انت تشوف اغلب اللي يعني عندهم جلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجيناز هم ميل مو فيميل زين. بعض ال شو اسمه الانسيدنس مالته ببعض المجتمعات اكثر، يعني مثلا بالكرات كلش هوايه كومن، بالكردش زين، بالميديتيريان ولا شو اسمه البحر المتوسط، واحنا هم عندنا هوايه، بغير مكانات اقل، بافريقيا اقل لانه عندهم ملاريا. فشيء غريب انه الانتي ملاريا، يعني اللي المجتمعات اللي بيها الملاريا هاي تعرفوها الملاريا اللي تعيش بالار بي سيز، الملاريا بيها اندمك يعني متوطنه، الجلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجين ديفيشنسي قليل عندهم، يعني الحالات مال الجلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجين ديفيشنسي قليله زين. فهاي التفاصيل مال الجلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجين ديفيشنسي. احنا انهينا هذا، نروح على موضوع اخر اللي هو مكمل، اللي هو الميتابوليزم اوف اذر هكسوزز. ميتابوليزم اوف، احنا اخذنا هسه درسنا الميتابوليزم مال الجلوكوز، كنا جلايكوليسيس وبنتوز فوسفيت باثوي، وراح ناخذ ايضا في سيسات الاخير. بس لذني الجلايكوليسيس والبنتوز فوسفيت باثوي ذولا يخصون الجلوكوز تحديدا، الجلوكوز تحديدا اللي هو كربون 6. نجي الكربون 6 اخر المهم، المونو سكرايد، قلنا ثلاثه هم جلوكوز وفركتوز وجالكتوز. الجلوكوز حكينا عنه، نحكي شويه على الفركتوز ميتابوليزم، الشوجر الثاني فركتوز ميتابوليزم. الشوجر الثاني فركتوز ميتابوليزم، شوف منين يبدي الفركتوز. اذا احنا اخذنا فركتوز زين، فركتوز موجود مثلا بعض الفواكه، بعض شو اسمه النباتات. فالفركتوز يجينا من الدايسكرايد سكروز، من ينكسر يعطينا جلوكوز وفركتوز. فشلون يتأيض الفركتوز؟ ما ننساها، يجينا من الدايسكرايد اللي هو السكروز، السكروز هو سكر العنب والشربة بالشاي وبندر السكري إلى آخره. فالفركتوز بالإنزيم نسميه فركتوكينيز، فركتوكينيز يتحول طبعا بوجود الاي تي بي، يتحول الى فركتوز 1 فوسفيت، فركتوز 1 فوسفيت. هذا هنا التفاعل يحتاج الى اي تي بي، الاي تي بي يتحول الى اي دي بي، وصارت فوسفيت على منو؟ على الفركتوز، صار فركتوز 1 فوسفيت. عندنا انزيم نسميه الدوليز، هذا الالدوليز بيختلف عن الالدوليز اي الموجود بالجلايكوليسيس. اذا تتذكرون بالجلايكوليسيس عندنا فركتوز 1 6 بيس فوسفيت، بالالدوليز ينكسر الى جلسر الدهايد 3 فوسفيت زائد داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت. رجعوا للجلايكوليز تذكروا كلامي، فركتوز 1 6 بيس فوسفيت ينكسر بالانزيم المسمى الدوليز، بس يا نوع ذاك الدوليز اي، يتحول الى جلسر الدهايد 3 فوسفيت زائد داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت. هنا عندنا الدوليز بي
هذا الألدوليز بيشتغل وين؟ يشتغل على الفركتوزون فوسفيت. ليه يشتغل على الفركتوزون 6 بيس فوسفيت؟ فالفركتوزون فوسفيت بوجود الألدوليز بي، هذا كاتب عن الفركتوزون فوسفيت ألدوليز، يعني يشتغل على الفركتوزون فوسفيت. يقص نفس الشيء الى داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت زائد جلسر الدهايد في فوسفيت، نفس الشيء انا بال شو اسمه بال بالنسبه للجلايكوليسيس. زين، طبعا هذا الداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت بالاكو انزيم نفس هذا الجلايكوليس ترايوز فوسفيت ايزومريز تحول الى جلسر الدهايد 3 فوسفيت، وهنا الجلسر الدهايد زين لانه هنا وحده فوسفيت بس راحت هنا، الثانيه جلسر الدهايد ما صار فيه فوسفيت، ينكسر اي يعني شو اسمه بوجود الاي تي بي ياخذ فوسفيت، الانزيم يسميه ترايوز كاينيز، ترايوز كاينيز تحول الى جلسر الدهايد 3 فوسفيت. ذني النهايه هذا وهذا هن نفس يعني الاند برود نفس البرودكت اللي طلع بالجلايكوليسس من الكسر مال فركتوز 1 6 بس فوسفيت. فذني دخلا هاي المرحله يدخل بالجلايكوليسس حالهم حال الميتابولايت مال الجلايكوليسس. هذا الانزيم الترايوز كاينيز، ترايوز كاينيز ترايوز يعني ثلاثي، الشوجر الثلاثي نسميه ترايوز. الكاينيز شنو هو؟ كاينيز الانزيم اللي ينقل فوسفيت، ينقل فوسفيت بوجود الاي تي بي، يعني اما من اي تي بي الى جزيئه او من جزيئه الى اي دي بي حتى يكون اي تي بي، نسميه كاينيز، خلوها ببالكم. فالترايوز كاينيز يحول جلسرالدهايد الى جلسرالدهايد 3 فوسفيت، قلنا هذا الجزيئه وهاي الجزيئه هاي الدايهيدروكسي اسيتون فوسفيت، بين اثنيناتهم الميتابولايت مالت الجلايكوليسس، ذيك النقطه يدخل الجلايكوليسس وتنتهي. نروح على الكاتابوليز الجالكتوز ميتابوليزم، الشوجر الثالث المهم عندنا الجالكتوز ميتابوليزم. فالجالكتوز ميتابوليزم شلون يصير؟ عندنا الجالكتوز، جالكتوز يجينا منين؟ من الحليب. حليب شنو عندنا؟ الحليب اللاكتوز بجلوكوز زائد جالكتوز. اللاكتوز سكر الحليب، اي حليب كبار صغار يشربوا هو ايش بيه؟ شوجر. الشوجر شنو هو؟ جالكتوز لاكتوز. فاللاكتوز من ينكسر يعطينا جالكتوز زائد الجلوكوز. الجالكتوز هسه بالجالكتوكاينيز وجود الاي تي بي تنقل فوسفيت يصير جالكتوزون فوسفيت. هذا الانزيم جالكتوزون فوسفيت يتحول جالكتوزون فوسفيت، تيجي مركب اسمه يو دي بي جلوكوز، يو دي بي جلوكوز ياخذ الجالكتوز ويحول هذا الى جلوكوز. فشو يصير؟ الجالكتوزون فوسفيت يحول جلوكوزون فوسفيت، جلوكوزون فوسفيت. وال يو دي بي، يو دي بي يعني يوريدين دايفوسفيت، يوريدين دايفوسفيت. هاي جزيئات كثيره من نربطها باليو دي بي تتنشط، فهنا الغرض منه هو التنشيط. شوف هسه الجالكتوز قلت لكم بدايه المحاضره، والجلوكوز اتمرس يعني مركب نفس الجزيئه، نفس الترتيب، نفس التوجيه مال المجاميع، بس الـ OH على الكربون رقم 4 يختلف، جالكتوز وجلوكوز، بس الـ OH، ولذلك نسميها إيبيمرز، متناظرات إيبيمرية. شوف الإيبيمريز يقلب الجالكتوز إلى جلوكوز. هسا إذا الجالكتوز والفوسفيت في هذا التفاعل تحول إلى جلوكوز والفوسفيت، الجلوكوز والفوسفيت بالميوتيز، أكو إنزيم ميوتيز، تنقل الفوسفيت من رقم 1 إلى رقم 6، صار جلوكوز 6 فوسفيت، دخل جلايكوليسيس، تي سي إس، دخل جلايكوليسيس، دخل بنتوز فوسفيت باثوي، دخل اي باثوي، صار بعدين اخو الجلوكوز. الانزيم هنا نسميه جالكتوز 1 فوسفيت يوريديل ترانسفريز، اللي يحول الجالكتوز 1 فوسفيت الى جلوكوز 1 فوسفيت. الجالكتوز 1 فوسفيت يوريديل ترانسفريز. هذا الباثوي لا تنسوه لانه واحد من الاشياء المهمه الجالكتوسيميا راح ناخذها، اللي هي تخص الجالكتوسيميا شنو؟ اكو مشكله بالجالكتوز ميتابوليزم، ذني الانزيمات الجالكتوكاينيز والجالكتوزون فوسفيت يوريديل ترانسفريز ما ننساهن وما ننسى الجالكتوز ميتابوليزم نحتاج لانه بالجالكتوسيميا. هسه دور اجينا على القضيه الاخرى اللي هي اللاكتوز انتولرنس.
شنو لاكتوز انتولرانس؟ لاكتوز انتولرانس it is a condition in which people have symptoms due to decreased ability to digest lactose. اكو ناس يعني اطفال صغار ابو 6 شهور او 6 يعني اشهر او سنه او حتى كبار هذا اصلا ما ياكل لا يعني شو اسمه بالنسبه للاطفال بضعفهم بس احكي على الكبار مانعينا من اكل الديري برودكت هاي القبائل بها لبن دير برودكت ليش؟ لأنه بيها لاكتوز ليش هذا؟ لأنه ما يأيض اللاكتوز ليش ما يأيض اللاكتوز؟ أكو مشكلة بالإنزيم مسمى لاكتيز هذا شنو؟ هذا ممبران باوند إنزيم فالإنزيم موجود على الممبران مال منو؟ مال البرش بوردر أوف ذا انتستين البرش بوردر يعني مثل فرشة الأسنان تدرون الانتستين الجت اوف ذا انتستين هذا الجوف مال الانتستين شبي بي مايكروفيلاي صغابات مايكروفيلاي لايك ذا برش بوردر وبيها هاي شو اسمه الفرشه الناعمه هذه بيها كل شنو سيلز والسيلز بيها منو هي انتيروسايت هاي وبي فانكشنينج سيلز اوف ذا انتستين وبيها شنو اللاكتوز طبعا مو بس لاكتيز بيها لاكتيز وبيها سكريز ومالتيز وتريهاليز اللي حكينا عنهم بالدايجستشن ان ابسوربشن اوف كاربوهيدريت فاللاكتيز هنا قاعد اكو اذا اللاكتيز ما يشتغل بمشكله النتيجه شنو هي؟ اللاكتوز راح يتخمر يتعفن وين؟ بالانتستين وبالنتيجه تصير دياريا لانه راح يسحب المي من شو اسمه السيلز اوف انتستين ويسوي دياريا ويسوي فرمنتيشن زين تخمر وبالنتيجه تصير غازز فيصير فلوتنج تنفخ البطن مالته والى اخره زين فبيكوز از اكوايرد اور انهيريتد شورتج اوف ذا انزيم اللاكتيز ديفيشنسي شكلين هاي مهمه اكو انهيريتد يعني يجي للدنيا مثل ما عنده فرضا واحد عنده جلوكوز 6 فوسيدي هذا ديفيشنسي هذا يجي عنده لاكتيز ديفيشنسي ذولا قله يعني الانسيدنس مالت اللاكتيز ديفيشنسي قليله ما يخالف بس لازم ناخذ بنظر الاعتبار زين والسيمبتومز ماي انكلود ابدومينال بين بلوتينج دياريا غازز اند نوزيا كل السوالف اللي هي تعبانه ولذلك مثل هذا المريض طبعا من بدايه عمره يشخصوه فيقولوا له يابا يعني يقولوا لاهله وبعدين هو يابا بعد الدير برودكت وملك وكذا بدي لك اخذه ليش؟ لانه قد لاكتيز ديفشنسي عندك فتصير مشكله. زين. هذا زين هذا كونجنتال او انهيرتد. هذا انهيرتد، هذا انهيرتد اللي حكينا عنه. اكو نوع ثاني او قبل النوع الثاني، خلينا نكمل ذولا الانهيرتد ونروح نحكي على النوع الثاني اشرح لكم اياه. اللي هو مور كومن، هذا يصير هذا. النيونيت يعني حديثي الولاده اللي يصير بال البيبيز ذول اللي عمره 6 اشهر او لحد السنه اكثر من سنه شويه زين راح نحكي عنهم شويه هم يصير عندهم لاكتيز ديفيشنسي شلون لاكتيز ديفيشنسي راح نحكي هسه خلينا نحكي عن هذه اللي هي انهيرتد لاكتيز ديفيشنسي زين سوينا لاكتوز انتولرانس لاكتوز انتولرانس بالعربي يعني شنو عدم تحمل اللاكتوز ليش عدم تحمل اللاكتوز لانه ما يقدر يأيضه واذا ما أيضه يصير دياريا واحتمال فوميتنج ويصير وياها غازز ويصير وياها بلوتينج واشكال زين فراح هسه عندنا في شيء اسمه جالكتوسيميا الجالكتوسيميا شنو a type of galactose of lactose intolerance a type of lactose intolerance due to genetic defect leads to lack of the kinase or transferase enzyme هسه يجي واحد عنده لاكتيز ديفيشنسي ما يخالف افتهمناه انه اكو نوع ثاني من اللاكتوز انتولرانس زين يجي للدنيا مو عنده باللاكتيز اللاكتيز والله شغال ما يخالف بس عنده مشكله اما بالكاينيز هذا اما بالجالكتو كاينيز مشكله او بالجالكتوز 1 فوسفيت يوريديلي ترانسفيرز مشكله هذا دور سالفه جديده هاي
اضافة الى اللاكتيز الدور يجينا لاكتيز ما يخالف عنده، بس من ينقص اللاكتوز وصار جلوكوز وغالكتوز، الغالكتوز ما يتأيض بعد. ولذلك قلنا الغالكتوسيميا is a type of lactose intolerance. هاي هنا نفس الشيء ما يقدر يأيض الغالكتوز، والنتيجة راح كل هاي الوسطيات تتجمع. يعني إذا هذا ما اشتغل، إذا هذا ما يشتغل راح يتجمع هذا الغالكتوز، وإذا هذا ما يشتغل بعد يتجمع هذا وهذا اثنينات الزين. راح نشوف شو. A type of lactose intolerance due to genetic defect leads to lack of kinase or transferase. يعني يجي للدنيا إما الغالكتوز ما عنده أو الغالكتوز 1 فوسفات يريدلي ترانسفريز ما عنده. طبعا الغالكتوز غالكتوكينيز قليل، هاي حوالي 7% من الكيسات، 7 يعني 7% of cases of galactosemic patients may have defective galactokinase 7%، بينما الماجوريتي هم غالكتوز 1 فوسفات يريدلي ترانسفريز دول الأكثر. طبعا هي غالكتوسيميا هم قليلة لا تنسون، وصراحة نحكي عنها. The absence of kinase is relatively rare, but in magnitude it is characterized by accumulation of galactose. شوف الغالكتوكينيز إذا هذا ما موجود راح يتجمع، راح يتجمع بس هذا بس الغالكتوز. زين إذا هذا ما موجود غالكتوز فوسفات يريد ترانسفريز مشكلة، راح يتجمع هذا وهذا الغالكتوز and غالكتوز فوسفات، فذلك يصير ال اسمه الديزيز اجريسيف اور يعني سيفير، لانه تاثيرات الجالكتوز اقل من تاثيرات الجالكتوز والفوسفات. بس هنا بس جالكتوز اكيوليتد، هنا انا جالكتوز والفوسفات زائد جالكتوز. اذا هذا الجالكتوز 1 فوسفات يريد ترانسفيرز ماكو، شوف المشكله. زين absence of transferase is more common and more serious as both galactose and galactose 1 phosphate accumulate in tissue. مثل ما قلنا accumulated galactose in tissue is reduced to galactitol الصراحة شوفه by the activity of enzyme aldose reductase. شوف إذا galactose تجمع ما تأيض، لأنه galactokinase ما شنو المصير مالته، galactose راح يعني يصير له اختزال reduction by NADPH الى غالكتيتول، و يعني another sugar اللي هو الغالكتيتول this reaction deplete tissue NADPH. هاي مشكله صار ليش؟ لانه ال NADPH راح يقل بالسيل بسبب شنو؟ بسبب الكونسيومينج استهلكناه. ليش؟ بالconversion of galactose to galactitol الانزيم نسميه aldose reductase، الانزيم aldose reductase ما ننسى. هسه ايش راح يصير اذا صارت galactosemia؟ هسه اذا نسوي فد بريفنج للgalactosemia، galactosemia من اسمها galactosemia يعني elevation of galactose concentration in the blood. Galactosemia anemia يعني blood. So galactosemia elevation of galactose in the blood. منين جاي؟ جاي اكو مشكله بالغالكتوز ميتابوليزم، اما الغالكتوكينيز ما موجود او الترانسفيرز ما موجود، اما الغالكتوز فقط يصير له accumulation او الغالكتوز بلس غالكتوز فوسفات accumulate تصير قضيه اقسم. اذا تجمع الغالكتوز فقط it will be reduced to galactitol by enzyme galactose reductase and this will lead to depletion of NADPH. NADPH راح يقل، واذا قل NADPH راح يصير مشاكل. السلفوهايدريل جروب من نحافظ عليها لانه راح تتاكسد، هم نفس المشكله رجعنا NADPH. شوف accumulation of galactose in the eye بالعين شو تسوي؟ damage the lens structure، تتلف لنا شنو؟ الستركتشر مال العدسه مال العين، resulting in cataract، cataract يعني سحل الماء الابيض، الكاتاركت. Due to cross-linking of lens protein by SS bonds. اللينس بروتين، بروتين اللينس بالعدسات اللي بالعين ايش بيه؟ بي SH bonds. اذا صار ماكو NADPH راح يصير لها oxidation، يصير SS bonds، تسبب لنا هاي المشكله.
بعدين enhancement of non-enzymatic glycosylation with galactose of length protein. ذو سالفة تعسة اللي هي شنو؟ إذا الجالكتوز إذا زادت كميته راح ينضاف وين؟ للفري أمينو جروب of protein باللنس. بالعملية نسحولها العملية glycosylation. glycosylation يعني إضافة كربوهيدرات للبروتين. هاي العملية نسميها نون انزيماتيك، يعني بدون انزيم. قلنا كثير اغلب التفاعلات تحتاج الى انزيم، وقلة منها تحتاج الى انزيم. ما تحتاج الى انزيم منها هي هاي الجلايكوسيليشن اوف بروتين. طبعا اذا صار الجلايكوسيليشن اوف بروتين ستراكشر مال بروتين يختلف، ولذلك تصير الكثرات. accumulation of galactose and galactitol in the eye may rise the intraocular pressure. يزيد الضغط داخل العين. إذا زاد التركيز مالتهم ذولا الجالكتيتول والجالكتوز والجالكتيتول يزيدون شنو؟ الضغط داخل العين اللي يسوي لنا الجلوكوما. زيادة الضغط داخل العين يسوي لنا الجلوكوما. which if untreated may cause blindness. طبعا should be treated. إذا ما عالجوها سوي عمل. accumulation of galactose 1 phosphate in tissues. هاي إذا الترانسفيرase ماكو causes damage to the liver, kidney and the brain. راح يصير damage بالliver والkidney والbrain. ليش؟ due to the depletion of PI. PI من الفوسفيت، لأنه الجالكتوز 1 phosphate accumulate. هاي مجموعة الفوسفيت. Phosphate concentration in the cell will decrease. ليش؟ لأنه it is incorporated as galactose 1 phosphate. صارت بشكل galactose 1 phosphate. فتركيز الفوسفيت بالخلية شبي قل. التركيز الفوسفيت داخل الخلية قل. فيعني معناها إذا قل production of ATP will decrease. ليش؟ لأنه production of ATP need شو نسميها؟ need sufficient amount of phosphate. Phosphate يربطوه بADP حتى يصير ATP. إذا الفوسفيت جروب قليلة معناها production of ATP قليلة. If ATP production is low, cell will شنو will be affected. Affected يعني شنو؟ يعني it will lead to damage of cells. زين؟ إذا ماكو ATP كمية جيدة تصير damage بالcell. فleading to different complications مثل ما راح نشوفها. عندنا اكو بالسمول جروب الاسبوع الجاي يمكن، ما ادري اليوم ما اعرف كنا اتذكرها. عندنا condition فد scenario of a patient with galactosemia. هسه نروح على الميتابوليزم اوف بايرويت. هذا موضوع منفصل. هسه اذا هاي المحاضره اخذنا المواضيع الآتية: أولاً بنتوس فوسفيت باثوي، هاي واحد. اثنين أخذنا الميتابوليزم أوف أذر هكسوزز اللي هما الفركتوز والجالكتوز. بعدين أخذنا اللاكتوز انتولرانس وجزء منها الجالكتوسيميا، وقلنا الجالكتوسيميا it is a specific condition of lactose intolerance. زين، وهسه راح ناخذ الموضوع الأخير بال بهاي اللي اسمه المحاضرة اللي هو الميتابوليزم اوف بايرويت. هسه احنا اذا نتذكر الجلايكوليسيس نهايتها يعني the end product of glycolysis aerobically. شنو هو البايرويت؟ each molecule of glucose is converted to 2 بايرويت 2 NADH 2 ATP. هاي شنو؟ aerobically يعني there is sufficient amount of oxygen in the cell. if anaerobically one glucose molecule is converted to 2 lactate plus 2 ATP. ما عندنا NADH. 2 lactate plus ATP. 2 ATP. فإذا نقول يعني كن نعرف ال product of glycolysis aerobically or anaerobically، ذني لازم نتذكرها. زين. هسه البايروفيت وين طلعت؟ طلعت لنا الجلايكوليسيس وين تصير؟ بالسيتوسول. اللي هو soluble part of cytoplasm. زين، البايروفيت لازم تفتصر بعد. احنا ما انتجنا اي تي بي الا شويه، يلا جزيئتين اي تي بي بعد عندنا. احنا كل جزيئه 32 جزيئه اي تي بي. فالبايروفيت should be broken down.
The first step of breakdown of pyruvate is شنو إنه pyruvate enter stage 3 of catabolism directly. يعني pyruvate does not enter stage 3. نروح على stage 3. استخدمنا stage 1 digestion and absorption. Stage 2 اللي هو glycolysis. Stage 3 TCA cycle. Stage 4 oxidative phosphorylation. فهو البايروفيت ما راح تدخل التي سي اي سايكل او الكريبس سايكل مباشره، لا، اول تدخل للخليه، تدخل العفو للميتوكوندريا، لازم البايروفيت تدخل للميتوكوندريا. ليش؟ لانه انزيم نسميه بايروفيت دي هيدروجينيز يحول البايروفيت الى اسيتيل كوانزيم اي، وهذا وين الموجود الانزيم بالانر ميتوكوندريال ممبرين. فبايروفيت does not enter stage 3 of catabolism يعني لل TCA cycle directly but it is converted to acetyl coenzyme A by the pyruvate dehydrogenase. وهذا pyruvate dehydrogenase a multi-enzyme complex that catalyzes the following irreversible reaction. هذا pyruvate dehydrogenase شو يسوي؟ يحول pyruvate زائدا طبعا pyruvate زائد كوانزيم A زائد NAD بلس فينا اسيتيل كوانزيم A، هذا يعني CH3CO كوانزيم A زائد CO2 زائد NADH زائد H بلس. هذا التفاعل وين يصير؟ بالانر ميتوكوندريال ممبرين. زين البايروفيت وين انتجت؟ يعني سايت اوف برودكشن اوف بايروفيت از ذا سايتوسول، اند بايروفيت شود لازم انتر ذا ميتوكوندريا بنتريت تعبر penetrate the mitochondrial membrane by what? By the using of specific transporter in the mitochondrial membrane. The specific transporter يرتبط بالبايروفيت، يدخل البايروفيت للانر mitochondrial membrane. هناك عندنا البايروفيت dehydrogenase will oxidize pyruvate to produce acetyl coenzyme A. والacetyl coenzyme A will enter the Krebs cycle or ما نسميها بال TCA cycle. زين نجي على regulation of pyruvate dehydrogenase. هذا الانزيم، هذا الانزيم regulated by the following. اولا allosterically، نعرف شنو allosterically، اخذناه بالMGD. The reaction is sensitive to the energy status of the cell so it is regulated by البايروفيت ديهايدروجينيز. اكو نيجاتيف افكتر، نيجاتيف الستريك افكتر، من هم اللي الهاي انرجي سيجنال اوف ذا سيل. قلنا اكو جزيئات يسموها هاي انرجي سيجنال اللي هي الاي تي بي والان اي دي اتش والستريت، هاي يعني اذا موجودات معناها اكو انرجي هواي، فماكو داعي نكسر بعد جلوكوز، يصيحوا لها هاي انرجي. واكو جزيئات يصيحوا لها low energy signal اللي هي الADP والAMP والNAD plus وإلى آخره. إذا موجودات معناها أكو deficiency of energy in the cell so there is need for further breakdown of glucose and production of energy. فهذا الإنزيم pyruvate dehydrogenase شنو regulated by عندنا شنو negative allosteric effectors مثل شو الأسيتيل كوإنزيم A. إذا أكو أسيتيل كوانزيم هاي معناها أكو جسمه هو البرودكت، بالمناسبة الأسيتيل كوانزيم هذا البرودكت، فكود انهبت الإنزيم شو المشكلة؟ زين فإما البرودكت أو الهاي إنرجي سيجنال ATP أو الهاي إنرجي سيجنال ADH. إذا أكو ذني موجودات هاي بعد ماكو داعي إحنا نكسر جلوكوز، ماكو داعي تكسر بايروفيت، رجع يا بايروفيت وفي مالك. إذا ADP هواي معناها أكو deficiency of energy، فال ADP يرتبط بالإنزيم وactivated. فأول طريقة للregulation of pyruvate dehydrogenase هي الallosteric regulation، والطريقة الثانية hormonally. hormonally شلون؟ عندنا الإنسولين activate the enzyme by promoting its dephosphorylation. شوف هنا الإنسولين activate all metabolic pathways by which glucose is utilized. يحفز جميع الخطوات اللي الجلوكوز بيها شنو يستهلك. ليش؟ حتى to decrease the blood glucose level. هاي الخطوة هي من ضمنها continue of glucose breakdown. فالإنسولين شو يسوي؟ activate الإنسولين شو يسوي؟ activate
the dephosphorylation of the enzyme. شوف احنا قلنا الفوسفوريليشن والديفوسفوريليشن هي شنو؟ a method by which enzyme activity is regulated in the cell. Well, first important or most important, group that is added to molecule covalently is phosphate group. فكثير من الجزيئات لها فوسفوريليشن تتنشط من نزيل التنشيط مالتها شلون نزيله؟ نسوي لها ديفوسفوريليشن. شلون الديفوسفوريليشن؟ باي تقصقصها فوسفاتيز. واحد منهم هذا شنو؟ شو اسمه؟ هذا الانزيم. بس هذا الانزيم شلون اكتيفيتد؟ اكتيفيتد باي ديفوسفوريليشن عكس الجلايكوجين فوسفوريليز باي ديفوسفوريليشن. قلنا الجلايكوجين فوسفوريليز لما نسوي له فوسفوريليشن يصير له شنو؟ اكتيفيشن. هذا العكس اللي من نسوي له ديفوسفوريليشن نزيد الفوسفيت نزيلها يصير له اكتيفيشن. هاي طريقه تضبيط للاكتيفيتي اوف انزيم. اخر شيء هسه نروح للسمري نسوي اوف ستيج 2 كاتابوليزم اوف كربوهيدرات. شوف جلوكوز وفركتوز وجالكتوز وجلايكوجين. جلايكوجين بعدنا ما اخذنا عنه مشكله. الفركتوز عرفنا شلون يتحول الى فركتوز 6 فوسفيت يتحول الى بايروفيت وبعدين الى ستيج 3 يعني 9 ساعات راح ناخذه. الجلوكوز يتحول الى فركتوز 6 فوسفيت بعدين بايروفيت الى اخره. الجالكتوز يتحول الى جالكتوز 1 فوسفيت والجالكتوز 1 فوسفيت يتحول الى جلوكوز 6 فوسفيت والجلوكوز 6 فوسفيت يستمر. يعني هذا فقط تفكير بالاشياء اللي خذناها بالستيج 2 of carbohydrate metabolism. ما ننسى الستيج 2 هو how could sugars or monosaccharide are catabolized by first step اللي هي الجلايكوليسيس. الجلايكوليسيس بالنسبة للجلوكوز والother hexose اللي هي الجالكتوز والفركتوز هم يدخلن pathway وبعدين يصيرن within الجلايكوليسيس. Thank you و إلى محاضرة أخرى إن شاء الله.